الشيخ جاسم المؤمن، قوموا نبدي الاحترام للفضلاء العلماء العالمين العاملين المؤمنين الأتقياء، مثل ما شرف حفلنا شيخ من أهل الولاء جاي يتحفنا بكلامه من فيوض الأولياء، جاي من بحر الفقاهة من فكر نور السماء، جاي من وحي الزيارة بالنجف بالكربلاء، جاي يرشد بهداية، جاي يرشدنا بهداية لطريق الأنبياء. خله يرحب حفلنا شيخ جاسم بالثناء، نسبق بصوت الصلاة على النبي والأمناء. مشكور السيد على هذه المقدمة، والله يجعلنا عند حسن الظن. والإخوة ما كان لي داعي للقيام، أنا خادمكم وأصغر من أن يكون يعني أستحق هذا العام. الله يجازيكم خير إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وبعد بخلي العكاز هناك، بس لا تخافوا مويه الجوائز. حسبونا جائزة تالي الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، أبارك لكم ذكرى ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وإن شاء الله بتكون الكلمة من قسمين، القسم الأول بيكون كلمة حول تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام علي، والقسم الثاني حسب طلب الإخوة أن نشرك أحبتنا الأطفال في الحفل من خلال حوار مباشر إن شاء الله معهم فيما يتسع له المجال. الإمام علي عليه السلام تربى في كنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ نعومة أطفاله، ومن المعروف تاريخيا أنه لما بلغ أمير المؤمنين سلام الله عليه من العمر 6 سنوات أصاب أباه أبا طالب إملاق وفقر في المعيشة، فاقترح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض أعمامه ومنهم العباس بن عبد المطلب حيث كان أغنى بني هاشم أن يتكفلوا، لا ما عليه خلى بهجة الحفل إن شاء الله، أن يتكفل بعض بني هاشم بنو هاشم بعض بني هاشم أبناء أبي طالب حيث كان كثير الأبناء. فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعباس إلى أبي طالب وطلب منهم أن يتركوا له عقيل واحد أبنائه ويتكفلوا بالباقي، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأخذ العباس جعفر بن أبي طالب. فمنذ تلك الفترة أصبح أمير المؤمنين سلام الله عليه ملاصقا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتربى على يديه الشريفتين ولازمه حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان رأسه في حجر علي بن أبي طالب سلام الله عليه. أنتجت هذه التربية صقلا لشخصية أمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى أصبحت حياته المباركة من ولادته في بيت الله إلى استشهاده في بيت الله كلها عطاء والتصال واتصال بالله سبحانه وتعالى، حتى أنه جمع الأضداد من الصفات كما يقول أحد الشعراء المعروفين: جمعت في صفاتك الأضداد
والثاني شو يقول؟ هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد الحراب، اتحصل في ليله وفي محرابه ذليل متذلل خاشع، وفي الحرب أسد هزاب. هذه صفات متضادة لا يجمعها إلا الإنسان المؤمن الذي محض الإيمان محض. كانت تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين هكذا حتى أثمرت هذه الشخصية المباركة. في هذه الليلة طبعا لا يسع المجال أن نتحدث عن جميع صفات أمير المؤمنين وعن جميع مراحل حياته المباركة التي يجد فيها الإنسان المؤمن على مر التاريخ قدوة في كل لحظة من لحظات حياة أمير المؤمنين. تريده كأب، تريده كأب، تريده كقائد، تريده كمعارض، تريده كعابد، أي صفة من الصفات اخترها تجدها في أمير المؤمنين. كأنما الإسلام جسد لنا إنسانا كاملا بهذه الصفات ليكون قدوة لنا في كل حركة من حركات حياتنا. لذلك الإمام سلام الله عليه جمع كل هذه الصفات وهذه الشمائل التي لا نستطيع أن نستوعبها لا في مجلدات ولا في ساعات من الحديث، بل في أيام وسنوات. ولذلك سنقتصر على جانب معين، جانب تربوي له علاقة بجانب الاتصال بالله والعبادة والطاعة، خصوصا ونحن في هذه الأشهر المباركة، شهر رجب وشعبان وشهر رمضان. الله يبلغنا وياكم في الشهرين القادمين. اخترت موضوع الصلاة وارتباط الإمام علي بهذه العبادة وهذه الطاعة حتى نخرج من هذه المفردة للحديث مع أبنائنا حول هذا الجانب التربوي وهذا الجانب الذي ينبغي أن نقتدي فيه بأمير المؤمنين سلام الله عليه. في صلاة علي يقول بشير أو يشير عروة بن الزبير في حديث عن أبي الدرداء قال: شهدت علي بن أبي طالب بشويحطات النجار. شويحطات اسم مكان خارج المدينة المنورة، وقد اعتزل عن مواليه واختفى ممن يليه واستتر بمغيلات النخل ظلال النخل، فافتقدته وبعد علي مكانه، فقلت لحق بمنزله، يعني قلت أكيد راح إلى بيته، وتابعت طريقي فإذا أنا بصوت حزين ونغم شجي وهو يقول: إلهي كم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنقمتك، وكم من جريرة تكرمت عن، لا تشوف قريب ولا بعيد، تكرمت عن كشفها بكرمك. إلهي إن طال في عصيانك عمري وعظم في الصحف ذنبي، إلى آخر مناجاته. فشغلني الصوت إلى الآن أبو الدرداء لا يعلم أن هذا هو أمير المؤمنين، اعتقد أنه لما اختفى عن ناظره أنه وصل إلى منزله. شغله هذا الصوت الشجي، صوت العابد المتذلل. إلهي فشغلني الصوت واقتفيت الأثر، فإذا هو علي بن أبي طالب عليه السلام بعينه، هذا الذي كنت أقتفي أثره، فاستترت له وأحملت الحركة أو أخملت الحركة، يعني سكنت حركتي واختفيت وقعدت أراقبه. فركع ركعات في جوف الليل الغابر، ثم فرغ إلى الدعاء والبكاء والبث والشكوى، فكان مما ناجى به الله تعالى إلى أن قال: إلهي أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي، ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليئتي. ثم ذكر مناجاة الإمام اختصارا. قال أبو الدرداء ثم أمعن في البكاء، فلم أسمع له حسا ولا حركة، فقلت غلب عليه النوم لطول السهر أو أوقظه لصلاة الفجر، قرب عمود الفجر أن ينفلق، فقال أجي أقعد يمكن نام أقعد لصلاة الصبح. فأتيته فإذا هو كالخشبة الملقاة، فحركته فلم يتحرك،
وزويته فلم ينزوي، فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. مات والله علي بن أبي طالب، فأتيت منزله فأتيت منزله مبادرا أنعاه إليهم. فقالت فاطمة عليها السلام: يا أبا الدرداء، ما كان من شأنه وما قصته؟ شلون شفت من أمير المؤمنين من علي بن أبي طالب؟ فأخبرتها الخبر، فقالت: هي والله يا أبا الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية الله. علي لم يموت، وإنما هذه غشية يغشاها عندما تأخذه الخشية من الله سبحانه وتعالى. ثم أتوه بماء فنضحوه على وجهه، فأفاق ونظر إلي وأنا أبكي، فقال: مما بكاؤك يا أبا الدرداء؟ فقلت: مما أراه تنزله بنفسك. فقال: يا أبا الدرداء، فكيف لو رأيتني ودعي بي إلى الحساب، وأيقن أهل الجرائم بالعذاب، واحتوشتني ملائكة غلاظ وزبانية فضاض، فوقفت بين يدي الملك الجبار، فقد أسلمني الأحباء ورفضني أهل الدنيا، لكنت أشد رحمة لي بين يدي من لا تخفى عليه خافية. هذا أمير المؤمنين يتحدث بهذا الحديث، كيف بنا ونحن البعيدون عن الله سبحانه وتعالى. فقال أبو الدرداء: فوالله ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه إحدى الشهادات، مثل ما تفضل السيد في المقدمة، أحاديث النبي صلى الله عليه وآله: أقضاكم علي، أعلمكم علي، ومن ضمنها أعبدكم علي. هل رأى من شاهد رسول الله وشاهد أصحابه، هل رأى أورع وأتقى وأعبد من علي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ هذا أبو الدرداء يشهد، يقول: فوالله، يقسم: فوالله ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكثرة قيامه للعبادة ليلا، يحدثنا عبد الأعلى عن نوف البكالي قال: بت ليلة عند أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا شاهد آخر، أحد الشهود على عبادة أمير المؤمنين، نوف البكالي تشرف بليلة بات عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، فكان يصلي الليل كله، كل الليل يصلي، ويخرج ساعة بعد ساعة فينظر في السماء، أو ينظر إلى السماء ويتلو القرآن، فمر بي بعد هدوء من الليل فقال: يا نوف، أراقد أنت أم رامق؟ نمت لو جالس؟ قلت: بل رامق، أرمقك ببصري يا أمير المؤمنين. قال: يا نوف، طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والقرآن شعارا والدعاء دثارا، ثم قرضوا الدنيا قرضا على منهاج المسيح. وحول التزامه أيضا بصلاة الليل طول عمره الشريف، يروي لنا أبو يعلى في المسند عنه عليه السلام قال: ما تركت صلاة الليل منذ سمعت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلاة الليل نور. فقال ابن الكوى: ولا ليلة الهرير؟ ليلة الهرير هي ليلة من ليالي صفين في حرب أمير المؤمنين سلام الله عليه مع معاوية. في تلك الليلة اشتد القتال أشد على أشده، لدرجة أنه اتصل من المغرب إلى الفجر. فالإمام سلام الله عليه في تلك الليلة، هذا ابن الكوى شهد كأنما هذا المشهد، فيقول لأمير المؤمنين: حتى ليلة الهرير لما شفناك على الخيل، على الفرس، وعندك سيفك تحارب، هل حتى تلك الليلة لم تترك صلاة الليل؟ فقال أمير المؤمنين سلام الله عليه: ولا ليلة الهرير. معروف أن الصلاة المستحبة يجوز صلاتها على الفرس في الحافلة، صلاة الليل زين يجوز، إذا خصوصا المؤمنين اللي يحافظون على هذه الصلاة، أنت رايح المدينة، رايح مكة، يجوز صلي حتى
باص زين مو لازم سجود على الأرض أو على الصف، وإنما حتى بجانب الكرسي الذي أمامك. الإمام سلام الله عليه صلى صلاة الليل في تلك الليلة التي اشتد فيها الحرير. يقال أن في هذه الليلة قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه 500 الجندي من جنود معاوية، 500 جندي وهو على كبر سنه، يمكن 62 سنة عمر الإمام سلام الله عليه أو 61 سنة في تلك الحرب. على كل حال هذه يعني احنا دائما نذكر هذا المثل عن لما تجي قضية عاشوراء، أن الإمام الحسين عليه السلام في المعركة بعض أصحابه يستغرب عندما ينادي المنادي يا أبا عبد الله قد حان وقت الصلاة، قال ذكرت الصلاة جعلك الله من الذاكرين. بعض أصحاب الإمام الحسين عنده شبهة، احنا في حار في جهاد بعد صلاة، فماذا قال له الإمام سلام الله عليه؟ وهل نقاتلهم إلا عليها؟ يقول للإمام هذا وقت صلاة، قد حمي الوطيس واصطكت الأسنة، زين وإحنا في جهاد في طاعة الله. وهذا كلمة مهمة لشبابنا، يعني لا خصوصا شبابنا اللي يطلعون بشكل ليلي، إذا عارض هذا الأمر عارض وقت عبادة وقت طاعة، ليلة مثلا من ليالي المباركة ليلة الطاعة، لا تترك العبادة والطاعة، لأن أنت هدفك هدف سامي، هدفك هدف مقدس، لا يكون هذا الهدف على حساب إضاعة أهداف أهم وأهداف أقدس من ذلك. ما نترك الصلاة، ما نترك العبادة، ما نترك الطاعة، ما نترك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحجة الثورة وبحجة الجهاد، لا نترك تربية نفسنا أخلاقيا، تربية نفسنا روحيا، زين لا نترك دراستنا إلا ممكن هي سلاحنا إن شاء الله في المستقبل، بحجة أن أنا مشغول بأمور أخرى. الساحات لها رجالها ولها شبابها وأيضا لها أوقاتها، والأمور الأخرى أيضا لها وقتها الذي يجب أن يخصص لها وألا يترك شيء على حساب شيء آخر. لعظيم إقبال أمير المؤمنين سلام الله عليه على الصلاة يقول القشيري في تفسيره أنه إذا كان حضر وقت الصلاة تلون وتزلزل الإمام سلام الله عليه، فقيل له ما لك؟ فيقول جاء وقت أمانة عرضها الله تعالى على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان على ضعفه، فلا أدري أحسن إذا حمل أم لا، يعني أحسن حمل الأمانة أم لا. وأيضا نختم بهذا التوجيه لأمير المؤمنين سلام الله عليه لأهله ولأبنائه ولأصحابه ونحن له كموالين، توجيه أمير المؤمنين في تعاهد أمر الصلاة يقول تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها. شو ما يستكثر من الصلاة؟ إذا كانت الصلاة المفروضة هذه خمس صلوات معروفة ويجب على الإنسان أن يأتي بها، لكن الإكثار من صلوات النوافل وصلوات التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، واستكثروا منها وتقربوا بها فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ألا تسمعون جواب أهل النار حين سئلوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، وإنها لتحت الذنوب حتى الورق وتطلقها إطلاق الربق، وشبهها رسول الله صلى الله عليه وآله بالحمى، تكون على باب الرجل عين ماء أو بركة ماء على بيت الرجل، أرأيتم لو كان على باب أحدكم أو دار أحدكم عين ماء، مضمون الحديث، وهو يغتسل منها خمس مرات في اليوم، خمس مرات يسبح، هل يبقى على جسده من دران؟ قيل لا يا رسول الله، لما الصلاة هكذا. ولقد شبهها رسول الله صلى الله عليه وآله بالحمى تكون على باب الرجل، فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمس مرات، فما عسى أن يبقى عليه من درن. وقد عرف حقها رجال
من المؤمنين الذين لا تشغلهم عنها زينة متاع ولا قرة عين من ولد ولا مال. يقول الله سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله نصبا بالصلاة بعد التبشير له بالجنة لقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه. هكذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهذا نزر بسيط مما يتعلق بهذه المفردة التي اخترناها، وهي علاقة أمير المؤمنين بالصلاة في السلم والحرب، في الليل والنهار، على نفسه وعلى أهله وأصحابه. وهكذا ينبغي أن نكون كما قال سلام الله عليه: ألا لكل مأموم إمام يقتدي به ويقتفي. أثر مضمون كلامه سلام الله عليه: ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن زاده بقرصيه، ألا وأنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. أكتفي بهذا القدر، وده كان في مجال 5 دقائق جديد نسولف مع أحبتنا الأطفال فيما يعني احنا دائما او كثير من الاحيان نهضم حق ابنائنا، خصوصا في القرى والمناطق اللي يكون حضورهم حضور كبير جدا. لذلك اسمحوا لي يعني يكون شوي حديثنا مع ابنائنا واحبتنا الاطفال. اولادي ان شاء الله يكون كلامي ياكم مباشر. اتمنى أنا عندي تجربة سابقة ياكم، وعندي تجربة سابقة مع أسلافكم، بعضهم الزوجين الآن لا يفشلوننا، درستهم سابقا قبل سنوات، لكن إن شاء الله الحياة وروحانية التدريس لا زالت موجودة. تعال بابا، أنت تعال تولد عبد الشهيد، تعال تعال ما عليك، تعال. شو أحواله؟ يوسف. وين كلامنا كان عنك؟ عن الإمام علي. عن الإمام علي، وتكلمنا ويش بالضبط عن الإمام علي؟ أخذنا موضوع واحد صغير تكلمنا عنه وهو الصلاة. أنت كم عمرك؟ 13. الله يبارك لك إن شاء الله في عمرك ويجعله في طاعة الله. حافظ على الصلاة؟ إيه دائما إن شاء الله. ها؟ من يأذن تروح تصلي؟ أتأخر شوي. تأخر نحاول يعني من يأذن، لأن من بركات الصلاة وحصول بركاتها أن احنا نصليها في وقتها. من قدوتنا لازم يكون الإمام علي. إنزين ما علي، مشكور. استريح. بعد واحد منو يتبرع يجي؟ ما نبغى نجيب أحد نحرجة. منو يتبرع؟ ها تعال تعال تعال. شو اسمه؟ سيد أحمد. سيد احنا تكلمنا عن وين الليلة؟ احتفالنا عن مين؟ الإمام العلي. الإمام العلي عليه السلام. جيد. الإمام علي لازم احنا ويش نسوي؟ نكون هو ويش بالنسبة لنا؟ يعني نقتدي بعدين نقلده. ها مو نقلده، شو نشرح عليه؟ زين يعني انه يكون الإمام علي عليه السلام احنا اللي نسمع عنه نحاول نسوي مثله. عدل احنا سمعنا عن الإمام علي ويش فهني لما تكلمت انا عن الصلاة؟ عدل نحاول نسوي في الصلاة مثل الإمام علي. عدل إلا نقدر عليه طبعا. أنت تعلم الصلاة في الديرة؟ تعرفها يعني؟ زين شاطر. يلا سيد، هذا بعد بيتكلم. ها تعال علي. شو اسمه الحين الأولاد لما نتكلم يوم بحسبون سالفة السيكل وده كذي يعني في رابطة. إيه هاي نظرية بافلو. ها إيه شو اسمه؟ ها محمد. زين محمد اليوم مولد مين؟ مولد الإمام علي. يعرف شاطر محمد، إن شاء الله تالي تنادونا حق جائزة. ها الله يخليه إن شاء الله. زين أنا بسأل سؤال، العلامة الحلي هذا أحد علماء الشيعة القدامى،
وكان في زمنه مثل السيد السيستاني الآن في زمنه، كان مرجع الطائفة، مرجع الشيعة، زين يرجعون ليل جمع. العلامة الحلي، وهذه كلمة للكبار والصغار، يوم من الأيام جود ولده قال لي: بني، ما الذي تريد أن تصبح عندما تكبر؟ هذا احنا دائما جود ولادنا نسألهم، غالبا إجابة الولد مثله. ها؟ شو أبوه مدرس وبس مدرس، أبوه مثلا يشتغل مهندس، يشتغل موظف، عامل، دائما الولد في باله القدوة الكبرى هو الأب. هذا بعد نفس ما أبوه المرجع الأعلى للطائفة وكذا. فقال لي: بابا، أنا بعد أبغى أصير مثلك. العلامة الحلي من هو يقدر يعني رقم واحد في الشيعة هذيك الأيام. فقال لي: يا بني، إذا لن تصبح شيء، ما راح تصير شيء. قال لي: ليش؟ أنت المرجع الأعلى للطائفة كذا، أنا أبغى أصير مثلك، ما أصير شيء. قال لي: عندما كنت صغيرا تمنيت أن أكون مثل علي بن أبي طالب، مثل أمير المؤمنين، الإنسان الكامل، طلب 100%، عدل، طلب يصير 100%. يقول: صرت العلامة الحلي. وأنا ويش بالنسبة للإمام علي؟ يقول: أنا ويش بالنسبة للإمام علي؟ ما نقدر ولا شيء بالنسبة للإمام، لكن بالنسبة للطائفة رقم واحد صار، عدل. ليش؟ لأن الإنسان هذا العلامة الحلي يبغى يشير لفكرة تربوية رائعة، وهي أن الإنسان يختار الإنسان الكامل في الاقتداء له 100%. لو جاب 1% صار شيء كبير. ليش؟ لأنه يبغى يوصل لدار. لكن لما يختار 1%، وش بيجيب؟ يقول لي: أنا بالنسبة للإمام علي شيء مثل. فأنت لو جبت بعد خلنا نقول 1% مني، ما راح تصير شيء. زين، آخر سؤال عشان ما نطول عليكم، خلي يجي واحد من أولادنا بعد نتكلم إياه. تعال تعال تعال، يلا أنت بعد تعال إياه، لا تزعل أبو السود. تعال تعال تعال، تخليهم في الكورة بعد. تعال تعركب. شو اسمه؟ سيد جواد. سيد جواد حيدر. تشجعي برشلونة. وانت ريال مدريد؟ تعال قابلتي ريال مدريد وبرشلونة، اي احسن لاعب برشلونة؟ ميسي. ميسي ها، رقم 10 ها، ميسي. وانت احسن لاعب في ريال مدريد؟ كريستيانو. زين، انا طبعا كلهم اولادنا كذي، كلهم يعرفون، وليلة اللي في مباراة كلهم سهرانين، عدل ولا؟ والحين جاي كاس العالم، كاس العالم نصه في شعبان ونصه في شهر رمضان، ليالي الطاعة والعبادة. ها، إذا نقول ما نقول لا نطالع، لا يكون لا يكون، كل وقتنا هذا. كاس العالم نصه في شعبان لأنه شهر، ونصه في شهر رمضان، أشواب ما بوصل ليلة القدر. زين، أنت تحب الكورة؟ تبغى تصير لاعب؟ ها؟ ما تبغي؟ تحب الكورة؟ زين، الحين سؤال: لو انا ابغى اصير لاعب، عدل، لاعب فنان، من هو اكون اقتدي بمين؟ اقلد مين؟ اطالع من عشان اعرف العب؟ مدرب. بس كلاعب يعني انت تطالع ميسي على قولك، عدل؟ ها، لو تبغى تصير لاعب تبغى تصير مثل ميسي؟ لا 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 لا. هذا تربية، يقول لنا جلف تربية أولادنا، يشجع هذا ويقول لك لا مو زين. طبعا احنا ولو ان احنا في، طب بدون تشبيه عن امير المؤمنين يكرم الامام ومقامه مقام عالي، لكن معروف من ناحية تربوية لتقريب الصورة ان الانسان يتكلم في شيء قريب الى المتلقي. كثير من ابنائنا يجعل قدوته، احنا ما نقول هاي العيب لان هذا مو مطرب ولا واحد يعني الرقاص او كذا، بحيث انه لو اخذه كقدوه اليه يكون قدوه سيئه. هو اذا كان في مجال رياضه ما يجي واحد يقول انا ابغى اصير لاعب اقل اكون اقتدي بامير المؤمنين. امير المؤمنين سلام الله عليه مجال مختلف، لكن احنا نقول في طاعتنا وفي عبادتنا وفي تربيتنا لانفسنا، زين، يكون قدوتنا هو من؟ قدوتنا من؟
الإمام علي سلام الله عليه. إن ما أريد صلاتي تكون صلاة كاملة أطالع شلون كانت صلاة الإمام علي. عدل طاعتي لوالديني يكون مثل طاعة الإمام علي لوالدينه. عدل معدل عدل. لكن في مجال ثاني أبغى أصير مثلا لاعب، أبغى أصير مجال مثلا مخترع، ممكن أروح أشوف أديسون، أشوف نيوتن، هذين اللي اخترعوا اختراعات عظيمة للبشر. عدل وأكون أشوف شلون دراسته وشلون. تفضل. شكرا. على كل حال احنا مثل ما قلت يعني أختم بهذا الكلام. زين، وين كنا في مولد أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ ها إن شاء الله هذا اللي احنا هذا جيبها، ها إن شاء الله طلع لك جائزة. يكون يعني حتى احنا كآباء يا جماعة، الكورة صارت الآن شيء جزء من حياة شبابنا، لكن طبعا ما نقدر نمنع الشيء مرة واحدة ولا نقدر نترك الحبل على الغارب، نوجهها توجيه سليم، توجيه صحيح. ما داموا الأبناء هذا الآن ما يأثر عليهم دراسيا ولا دينيا ما في مشكلة، لكن يكون في طريقها الصحيح. نعم، إلا بيخلي قدوته مطرب مثلا، يخلي قدوته أحد هؤلاء المنحطين، هذه نحاول قدر الإمكان نبعده، لأن هذا الأمر ما راح يأخذ لطريق صحيح. بعض أبنائنا يقول لك أنا أبغى أصير عالم مخترع، كذي تفكيره. طبعا هذا تقدم له القدوة المناسبة في هذا المجال، لكن في حياتنا الدينية والتربوية زين ينبغي أن نعلم أبنائنا على تربية أهل البيت سلام الله وصلواته عليهم أجمعين. معذرة على إذا قلنا عليكم، والله يعودنا وياكم على هالمناسبة إن شاء الله في حال أحسن من هذا الحال، وإن شاء الله يتقبل طاعاتكم في هذا الشهر الكريم. ولا تنسونا إن شاء الله مصالح الدعاء. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.